فضيحة الترخيص لبناء ملهى وسيرك بجانب الثانوية الإعدادية الإنبعاث، اشتكى التلاميذ الذين التحقوا حديثا للشروع في بداية موسم دراسي جديد ببناء الملهى أمام باب المؤسسة. المدرسة باقا ما وجداشي، باقي ما عملناش الصور، باقي كلشي باقي صاف بيبان ما فيهاش. يا اخو كيجي من الاخر الدنيا السوداء كيجي كيدخل، اخو ما يجي من برشيفة كيجي كيدخل ما كيعرفوش حتى واش كيقرا. ناقصه بزاف الحاجات، اللغه الانجليزيه ما عندهمش، الرياضه ما كايناش، حتى الكامبو ما عندهمش في المدرسه، باقا ماشي جاهزه للدراسه للمدرسه. المؤسسة التعليمية التي كانت من المقرر أن تكون جاهزة مع مطلع الموسم الدراسي الحالي لا زالت تعرف أشغال البناء هنا وهناك، حتى السور المحيط بالمدرسة لم يكتمل في البناء بعد. ما عاد الواحدة بنتينا كتشوف شني كاي ما خصوش لا والو كاي بعد هو شي حاجة الدنيا هاني، ولكن قدام باب المدرسة يا خو كيتسنى غير بقاش يخرج صداع، وعادل عليها السوق راه هو عاوتاني كتنوض في الصباح كتجيب صداع في قيسم هذاك جاوا غير حدا باب المدرسه حشومه عليه والله العاد عاوروه. ما صالحاش الاستاذ خصهم كيشوشوا التلاميذ بزاف، الاستاذ كيقرا الاستاذه كتشرح هو كيفكر خصو يخرج هنا بالسيرك، خصنا يحيدونا هاد السيرك الاستاذ ما بقاوش يشوشوا على التلاميذ ما يكونوا كيقراو. لم تعرف المؤسسة أي التفاتة من الجهات المسؤولة أو أي حضور من طرف الوزارة الوصية للتربية والتعليم، كما وجه أولياء التلاميذ نداء للمسؤولين بتحمل المسؤولية ووقف اتخاذ قرارات الترخيص لمثل هذه الملاهي خصوصا قرب المؤسسات التعليمية.